شوف بالبداية احنا خلي نكون واضحين، إذا كان هو جاد بهذا العمل، وإذا ما شفنا من يوم اللي استلم من كاظم إلى حد الآن ما شفنا جدية بالتعامل مع أي ملف تصدر المشهد، وبالتالي خلينا نشوف هذا المشهد اللي يطلب به اجتماع دول الجوار، خلي يطلب اجتماع أولا مع إيران حتى يوجه رسالة إلى الشعب العراقي وإلى العالم كله بأنه إيران هي من تتصدر التدخل بالشأن العراقي. يعني ما أجمع كل دول المحيطة بها وأضيع التدخل المباشر الإيراني بالعراق، لا، أجتمع مع إيران كصورة مباشرة. إحنا مثل ما نشوف الميليشيات هم تحكمهم مباشر من إيران، أوامرهم من إيران، يعملون باسم إيران، يوقفون قدام المنصة مال رئيس الوزراء اللي هو السيد مصطفى الكاظمي يترأس رئاسة الوزراء، يوقفون قدام المنصة ويهتفون إلى إيران. ما شفنا أي رادع لهم، شفنا بس تطمينات، نشوف بس تصريحات، ولكن أفعال ماكو. وبالتالي نشوف احنا ايضا دول الجوار ما ننكر بها تدخل، شوفوا التدخل التركي بالعراق، وزير الدفاع التركي يطب بالعراق ويطلع بدون حسيب ورقيب، الجيش التركي يدخل الى العراق بدون حسيب ورقيب، مصطفى الكاظم نشوفه هو رايح الى امريكا ويجي كوثراني يزور العراق، باي صفه يزور العراق كوثراني، عفوا قااني، باي صفه يزور العراق وهو رئيس الوزراء مو موجود. إذا أولا على الكاظمين أن يصلح ما في داخل بيته، ومن ثم يذهب إلى دول الجوار، خلي يصلح الداخل عنده. هذول الميليشيات ما يتعاملون معهم بطيب، والله ما أريد أسفك دماء وما أريد. ما هي الخطوات وكيف يمكن للحكومة أن تعمل على ضبط؟ بس حتى ما أكون ما أنحسب على جهة ثانية. نعم، يوجد تدخل أيضا من دول الخليج، ولكن تدخل مالي، تدخل بالمال.